أهلا بكم. المدرسة العلمية في جراحة تجميل إن إحنا ما نبالغش. المدرسة العلمية في جراحة تجميل إن إحنا نصلح الرتوش، ما نغيرش الملامح. المدرسة العلمية في جراحة تجميل إن سيفتي العيان، إنه أمان العيان هيكون هو في المقام الأول. وإنك أنت أو أنت ما تعملش أي حاجة في عالم جراحة تجميل إلا عشان خاطر نفسك. أنا بعمل ده عشان خاطر أنا أكون مبسوط وسعيد وشايف إن في ديفو. ما بعملوش لان غيري شايف ان في ديفو فيا، غيري ملوش دعوه بيا، انا اللي ليا دعوه بنفسي. من عالم جراحه التجميل، واحده من اهم الجراحات نحت القوام، دي من اهم العمليات دلوقتي، وهي صيحه عظيمه في عالم العلم، مدروسه بالملي. برضو الافوره فيها مش مطلوبه، ان انا اعمل حاجه مش متطابقه مع الجسم والتكوين بتاعه، وافور قوي في الجراحة ممكن نتيجة ما تكونش جيدة. كل حاجة بالمل وبالسنتي في عالم جراحة التجميل يا جماعة. المدرسة المصرية في عالم جراحة التجميل مدرسة العلم، ما احناش بتوع الوسط اللي مبالغ فيه، اللي يمنع التنفس، ولا الباتوك اللي فيها كمية دهون كبيرة جدا مش متناسبة مع الجسم، ولا البريست الأوفر أوجمنتد جدا اللي مش متناسق مع التكوين العقافة الصدري، ما احناش دول. جراحة التجميل عندنا بتعمل حاجة مهمة اسمها إعادة الجسم لحالته الطبيعية، هو المطابقة لمواصفاته. هو هرجع تاني أقول الحوار النهاردة ممتع، فيه الكثير من المفاجآت والأسرار لعالم مهم اسمه نحت القوام. ضيفي العزيز واحد من الأسماء البارزة والنجوم لهذا المجال، بيسعدني جدا استضافته النهاردة، أسماء واحد من الأسماء اللي قدمت الكثير وكثير من العمل المهني، وأيضا من التثقيف الخاص بجراحة التجميل اللي محتاجة الحقيقة الكثير من التثقيف. الاسم القدير وصاحب المكانة العلمية المتميزة الأستاذ دكتور محمد أحمد العسال، أخصائي جراحات التجميل ونحت الجسم وتنسيق القوام، وعضو جمعية دولية لجراحات التجميل الإساب، وعضو جمعية المصرية لجراحات التجميل. أهلا بيك دكتور محمد. أهلا بيك دكتور. سعيد جدا بهذه الزيارة. أنا سعيد جدا بوجودي معاك. قبل ما ادخل النهارده لنحت الجسم، هل احنا مدرسة المصرية اللي بتنتمي لها جمعية المصرية لجراحة التجميل، إعادة الجسم بمقاييسه الطبيعية بدون أفورة؟ أنا قلت بدون أفورة، الأفورة دي موجودة في مدارس، يعني مدرسة في البرازيل في ناس بتفور. الطبيعي هو الشيء اللي دايما العين ما بتبقاش منزعجة لما تشوفه، سواء ده في الجسم أو في المناظر اللي حواليك في أي حاجة، طالما الشكل الطبيعي مقارب للطبيعي دايما العين بترتاح له، تمام؟ وده الغرض الأساسي من عمليات التجميل، مش إن احنا نطلع حاجة مسخ، حاجة ما تشافش، أو حاجة أي أول ما تشوفها لا ده في احنا عاملين تجميل هنا وهنا وهنا وهنا. لا، الطبيعي هو الحاجة الهادية اللي دايما العين ما بتبقاش نفرة منها، أو العين ما بتبقى مستريحة أول ما تشوفها. وده اللي بيحصل دايما في المدارس المعتدلة في جراحات التجميل. يعني احنا هنا في مصر المدرسة بتاعتنا معتدلة، معظم العالم العربي تقريبا الدنيا بتبقى فيه معتدلة. بناخد الاكستريم طبعا في مدارس زي البرازيل، ايران شوية بيبقى الدنيا فيه واصلة الاكستريم بتاع الموضوع، تمام؟ لكن دايما احنا بنقول الطبيعي هو اللي بيكسب دايما، او هو دايما اللي الناس بتحبه والناس بتحب تشوفه. ايه مقاييس جمال الجسد المساوي وجسد الرجل؟ لانه الرجل دخل بقوه في عالم نحت القوام دلوقتي. تمام. المقاييس دايما بتختلف من بلد لبلد، ومن مجتمع لمجتمع، ومن مكان لكان، ومن شخص لاخر كمان يعني، تمام؟ بس احنا دايما بنقول اول مقياس اللي هو دايما الانسان دوت لازم يبقى راضي عن شكله او وضعه، تمام؟ سواء قبل التجميل او بعد التجميل، تمام؟ الرضا ده اهم مقياس. انت مهما عملت وبقيت شكلك بيرفكت وكلام الناس بيأثر فيك جامد في موضوع التجميل، او بيقول لك انت اصلي انت لو تخنت من هنا شويه، كبرت من هنا شويه بتاع، وحتى وانت بيرفكت بالمقاييس كلها انت بيرفكت، وانت نفسك مهزوز او ثقتك مهزوزه في نفسك، مهما عملت مش هتبقى راضي، تمام؟ فاول حاجه الرضا. تاني حاجه المقياس اللي هو زي ما قلنا دايما ان العين تحبه. انا دايما لما بنيجي نشوف تمثال منحوت، لو التمثال منحوت بشكل منتظم بشكل مش مبالغ فيه بتبقى عينك حباه، لكن لما تلاقي التمثال منحوت بشكل مبالغ فيه في كل حاجة، العضلات بارزة بزيادة، المؤخرة بارزة بزيادة، الشكل مش متناسب مع الفريم اللي احنا بتاعنا، هتبص تلاقي ان الشكل مش عاجبك وهتمشي من قدام التمثال ده، مش هتقعد حتى تفكر فيه كتير. النحت ده علم مهم قوي، يعني النحاتين بتوع زمان
والموجودين دلوقتي المقاييس الجسديه بيدرسوها تشريح بيدرسوها دي لازم تدرس. وفي نفس الوقت ان النحت بالنسبه لينا كدكاتره في جزء مهم جدا، يعني بعد ما بتخلص دراستك وبتخلص كل حاجه وامورك تمام وفي جزء كبير خالص تالنت الموهبه اللي موجوده، هل الشخص ده موهوب ان هو يمسك ويعمل نحت الجسم ربنا خلقه في احسن تقويم وانت تحاول تعيده للمكان المكانه اللي كان عليها ولا لا؟ تمام. ناس كتيره ممكن تكون التعليم بتاعها كويس جدا بس مفتقده التالنت. تمام. في ناس ممكن تكون التعليم بتاعها متوسط او تعليم دكتور واخد كل الشهادات اللي بترشحه انه يبقى دكتور تجميل وعنده تالنت زياده جدا. تمام. وده بنلاقيه مثلا في الاجيال اللي بتساعدنا والناس الشباب اللي بيساعدونا، اساتذتنا شافوه فينا واحنا بنساعدهم في الاول، قالوا لا انت هتقدر تكمل وهتبدا جراح تجميل كويس والدنيا هتبقى معاك كويس لان انت عندك الموهبه. عندك الموهبه اللي تخليك توصل ان انت تصر على الحاجه لغايه لما توصلها في احسن صوره. يا جماعه جراحه تجميل زيها زي حاله مهاريه تعتمد على الفاين تاتش، الفاين موفمنت، حركات الايد الدقيقه كده وارتباطها بالعقل. المساله يعني اشبه ب زي موهبه في اي شيء، يعني ده زي موهبه العازفين مثلا اللي بيعزف على جيتار. ما هو ده في ناس اللوح الفنيه انت في لوحه فنيه معموله بشكل مهاري تمام وبتبص عليها عينك بتعشقها فيها ابتكار تمام مش اسطمبه. فاهم ازاي؟ يعني في ناس مثلا واخده الموضوع ان هو شفط دهون او نحت جسم لفلان زي فلان زي فلان زي فلان، هو يطلع كله شبه بعض رغم ان تكوين الجسم لفلان غير فلان. مفيش حتى التوأم، لازم تكوين الجسم بتاعهم بيبقى مختلف، الطول والعرض والتأثير بتاع عوامل الحياه نفسها، الكرش طالع، البطن ضعيفه، العضلات قويه، كل شخص بيبقى حاله لوحده. مش هتعرف تتعامل مع الموضوع ده مع الاختلافات الكتيره دي الا اذا كان عندك الموهبه وعندك التالنت تعرف تطلع لوحه فنيه جميله من الشخص اللي قدامك. دي اشكال، هل يعني دي اشكال الناس ولا ده في حاجه بنفضلها علينا؟ في ناس في شكل تفاحه، الستات كمتريه، الاشكال اشكال الاجسام دايما والتكوين دايما بيختلف على حسب الصوره الشهيره طبعا اللي موجوده معانا دي. دي الصورة اللي فيها دايما شكل التفاحة اللي هو الامتلاء بتاع الدهون بيبقى في الجزء العلوي او في الجذع العلوي من فوق. الكمترا بيبقى الشكل دايما التراكم الدهون في الجزء بتاع الارداف والفخدين. الصورة بتاعت الاور جلاس او اللي هو الوسط الضيق ويبقى الدنيا كبيرة من فوق وكبيرة من تحت، دي بعض الناس بيبقوا محبزينه شوية. تمام. الجزء اللي هو في الاخر اللي هو المربع اللي هو الجسم بيبقى نازل كتلة واحدة، مفيش وسط منحوت، مفيش أرداف منحوتة، مفيش صدر باين، مفيش الدراعين منحوتين، بتبقى الدنيا بلك حاجة واحدة ما بتبقاش فيها ملامح أنثوية أو ملامح تظهر الجمال بتاع الجسم. ممكن إنسان يحتاج شفط دهون يكون عنده 20 سنة وفي واحد عنده 55 60 سنة يحتاج إلى شفط دهون أو يحتاج إلى نحت قوام، ده احتياجهم. تمام. لكن السن المناسب إيه لنحت الدهون؟ السن المناسب احنا في السن المناسب دايما بنقول ان هو بعد 18 هو السن المناسب. تمام. لكن امتى التوقيت المناسب؟ التوقيت المناسب بعد ما العيان يحاول مره في الرياضه ويحاول بالدايت ويوصل للمرحله ان هو مش قادر يكمل في الدايت او الرياضه، ساعتها بيجي احنا بنساعده في الدهون المستعصيه بتاعته اللي موجوده. تمام. لكن ما ينفعش واحد كمل 18 سنه واول حاجه يعملها انا اروح اعمل نحت القوام، لا، حضرتك لازم الاول تعدي على السايكل اللي هي المظبوطه علميا ان انت تحاول بالدايت وتحاول بالرياضه. لقيت الموضوع صعب معاك او في مناطق فيها دهون مستعصيه مش جايبه معاك نتيجه، ساعتها بتتوجه لجراح التجميل. احنا اخر مرحله ما بنبقاش اول مرحله. ده كلام مهم جدا. ارتبط جراحات التجميل بكلمه مفاهيم جديده. يعني ايه كلمه مفاهيم جديده لنحت القوام؟ كل شويه كل ما تعدي كام سنه او ثلاث سنين اربع سنين بيطلع مفهوم ان احنا من كتر من العمليات اللي بنعملها بنبدا في مفاهيم تتطور. يعني في الاول كنا بنبص للجسم منطقه واحده وخلاص وهتتعمل وخلاص، عملنا البطن وخلاص، لقينا ان الموضوع بعد كام سنه لا، ده الوسط بيبدا الدنيا تتغير فيه، الشكل ما بيبقاش حلو وانت عامل البطن بس وسايب الوسط. عملنا البطن والوسط، لقينا الدنيا في الظهر لا، الموضوع الجسم مش متناسق. فطلع بعد كده المفهوم الجديد خالص اللي هو النحت المتكامل. انا بتعامل معاك بكل الحاجات اللي بتاثر على الشكل، انا بتعامل مع كل حاجه بتاثر على شكلك، اللي هم ثلاث حاجات مهمين جدا: التكوين العضلي بتاعك وتكوين الدهون اللي موجود في جسمك
وتكوين الجلد او الجلد اللي مغلف جسمك. فانا لازم لما اجي اعمل لك نحت او احاول اغير في شكلك لازم اتعامل على كل ده مع كل ايتم من دول بحده واحاول اوصلك بيه للشكل المثالي بتاعك. الايتمز ديت كل حاجه ليها التعامل معها بيكون ازاي. يعني الدهون احنا بنتعامل معها باعاده توزيعها، بنشفطها من اماكن ونعيد حقنها في اماكن تانية. تقنيات بتطلع جديده بتساعدنا في عمليه الشفط نفسها، سواء الفيزر لايبوساوند فيزر، ده كله بيساعدنا في تسهيل عمليه الشفط. وتقنيات تانية بتساعدنا في الحقن، ان احنا ناخد كميه الدهون دي ونعيد السايكلينج بتاعها ونحقنها بشكل كويس، زي تقنيه الالترا لايبو اللي بتخلينا نعمل حقن الدهون بكميات وبطريقه سهله ونعيد الرسمه تانية. العضلات بنعيد رسمها تاني وبنقويها، سواء في عمليات شد الترهلات زي شد البطن، احنا بنخش نعمل تقويه للعضلات. العضلات التانية بنساعد العيان ان هو يبدا يعمل رياضه ويعمل حاجات تخليه رياضات مقاومه، بحيث ان هو العضله بتاعته تشد وهو فامق فيتشد اللي فوقيها سواء الجلد او العضلات. تمام. الجلد بقى بنتعامل معاه على حسب درجه الترهل. درجات الترهل في الجلد مختلفه، درجه ترهل متوسطه، بسيطه، متقدمه. تمام. المتوسطه والبسيطه بنقدر نعيد نحتها ونعيد الجلد لشكله الطبيعي، سواء بالاجهزه المساعده اللي بتبقى معانا والتقنيات اللي بنعملها بعد كده. دي درجات الترهل اللي اشهر حته الناس كلها بتشتكي منها، منطقه البطن. احنا لو خدنا بالنا ان 1 و2 و3 و4، درجه 1 و2 هي درجه الترهل المتوسطه. تمام. دي اللي بينفع فيها عن طريق فتحات صغيره نعمل شفط دهون بالفيزر واللايبوساوند وندي تقويه لشكل الجلد ونعمل كمان شد للجلد عن طريق الفتحات الصغيره. لكن طالما وصلنا لدرجة 3 و4 هي درجة الترهل المتقدمة، دي بيحصل فيها تراكم للدهون في المنطقة اللي تحت السرة، وفي نفس الوقت كسرة في المنطقة اللي عند السرة وكسرة في المنطقة اللي تحت. ده الجلد خلاص الكواليتي بتاعته كواليتي ضعيفة جدا، مش هينفع فيه الأجهزة زي الفيزر أو الفيزر لايبو، لأنه هيدي شد بنسبة 30%، مش هتأثر حاجة في الدرجة دي. لكن في الدرجات المتقدمة دي بيبقى الشد الجراحي، الشد الجراحي هو الحاجة المميزة والنقطة الفارقة اللي بتحسن الشكل. لأن احنا بنقول الترهل ده بنحطه في كفة، وشكل الإسكار وشكل الجرح بنحطه في كفة ونوزن الاثنين. شكل الجرح هيلتئم ويتحسن بعد سنة أو بعد سنة ونص، بياخد الوقت بتاعه وبيبقى شكله طبيعي وبيبقى في نفس لون الجلد وخلاص وبيختفي وبيبقى حاجة وراحت. تمام. لكن الترهل بعد سنة سنة ونص هيفضل موجود زي ما هو، وهتعاني منه أكتر. يعني كل ما هيبقى الترهل موجود والفترة بتاعته بتزيد في الجسم بتعاني، سواء الالتهابات، مش عارفة تلبسي، مش عارفة الدنيا تبقى مظبوطة معاكي، هتبص تلاقي إن أنت بتتعقدي نفسيا أكتر من وجود الترهل. الترهلات ملهاش حل، هتفضل موجود. لكن الإسكار أي جرح هيخف، بيتحسن وبيخف في أي مكان، بيتحسن وبيخف وبياخد الشكل الطبيعي، بياخد لون الجلد. مبيضايقش حتى اللي بيبص عليه يعني، مبيضايقش. وبنحاول من أول ما بنخلص العملية بتاعتنا بنبدأ الكريمات والليزر والحاجات دي عشان نحسن ونوصل بدرجة سكارز كويسة. لكن الكريمات والليزر مش هتنفع في الترهلات، الترهلات المتقدمة هتفضل موجودة. الترهلات موجودة وبيتبان بقى. فالترهل مشكلته انه بيبان لبس ومن غير لبس، يعني بيبان قدام جوزها في ترهلات، وبتبان في لبسها اللي لبسها ان في ترهلات، خصوصا في فصل الصيف. بيقيد في اللبس اللي انت هتلبسه. ايه طبعا لازم يكون واسع. يعني مثلا انت عملت عمليه وخسيت والترهل موجود، وتلاقي نفسك برضو مش عارف تلبس المقاسات الصغيره. المقاسات الصغيره، لان انت خلاص الترهل موجود، لازم الجلد متكتل. لازم تلبس مقاس كبير عشان تعرف يبان شكل في الموضوع. طيب هنروح للبطن اللي هي اشهر منطقه للتعامل. عندنا البطن وعندنا الذراعين وعندنا الافخاذ وعندنا الارض، عندنا قصص، كل قصه في حته. تمام. هنبدا بالبطن. طرق شد البطن ايه؟ طرق شد البطن هي الشد الجراحي في درجات الترهل المتقدمه، زي ما قلنا الدرجه الاولى والثانيه اللي هي الدرجات البسيطه دي بتتعامل معاها بالاجهزه زي الجهاز الفيزر اللي صورته موجوده، وكمان اللايبو فيزر اللي موجود. لكن الشد جراحي، احنا بنشيل الجلد كله الزياده اللي موجود، بنعمل شد للعضلات. وهنا بيبقى في نوعين من شد العضلات، الشد الطولي اللي هو المتعارف عليه اللي هو شد البطن التقليدي، اللي هو بالشد الطولي احنا بنجيب العضلات من اول قفص الصدر لغايه تحت ونشدها فناخد عضله قويه. في الشد العرضي، وده مستحدث جديد في استحدثوه الجماعه في كولومبيا والدكاتره في كولومبيا، ان هم بيعملوا شد للمنطقه السفلى فقط. تمام. ده كان بيدينا او ما زال بيدينا ريزلت اعلى في شفط الدهون، ان انا اقدر اصاحب
عملية شد البطن بشفط دهون بكميات كبيرة من منطقة الوسط ومنطقة البطن ومنطقة الظهر من غير ما اخاف ان يحصل اي مشاكل. على عكس الشد الطولي ان انا ببقى مقيد في الشفط لمنطقة الوسط وببقى مقيد للفلابة اللي هي منطقة البطن من قدام في الشفط، بيبقى الشفط بتاعها قليل. تمام. شد العرضي بيدينا نتائج لفترة اطول، انت شفطت الدهون اللي موجودة في المنطقة دي كلها بتاعة البطن والوسط والظهر، فخلاص انت الجزع خلاص موضوع بيه مسلم بيه، خلاص بيه ثابت، شكله ثابت، شكله جميل، تعرف تلبسي فساتين ضيقه مفيش ترهل، الدنيا ماشيه كويس، خلاص الشكل ثابت على كده. تمام. ونتائجه في شد، النتائج بتاعه الشد الجراحي بالنسبه للبطن بسكار مخفي جدا في منطقه البيكيني تحت. هو طويل من العظمه للعظمه، ده شيء اساسي عشان نشد الجلد اللي موجود في البطن ونشد الجلد كمان اللي موجود في الوسط معانا عشان ناخد شكل كيرفي وشكل كويس جدا. ساعدنا برضو في العمليات الشد ان احنا دايما ما بنسيبش الموضوع ان احنا نعمل شد بس، احنا بنتعامل مع الجزع كاملا. تمام. والدهون اللي داير ما يدور، داير ما يدور، ده شيء اساسي ان انت ما تتعاملش مع منطقه واحده وخلاص، لا احنا بنشد، نعمل شفط معاها للوسط وشفط للبطن وشفط للظهر، وكمان ممكن نستغل الدهون دي وتتعمل لها حقن في مناطق تانية في نفس العمليه كمان. هنتقل الى منطقه الارداف والفخدين، لانه في مشاكل كتير عند بعض البنات بالذات ما عندهمش تكوين مساوي للمنطقه دي. تمام. مناطق الفخدين، التضخم في الفخدين، تضخم الفخدين، الفخدين ديت من المشاكل وبيبقى معظمها سواء في السيدات او في الرجال، لو في الرجال بتبقى مشكله جامده جدا، يعني لما يبقى الراجل عنده منطقه الفخدين ممتلئه بتوزيعتها الغريبه او تبقى التوزيع الانثويه شويه بيبقى معقد للراجل او بحاجه بتضايق جدا. احنا دايما بنقسم منطقه الفخدين عشان يسهل على كل عيان يعرف ايه المناطق المهمه، خمس مناطق. منطقه الفخذ الاماميه اللي هي بتبقى من قدام وبيبقى فيها تراكم الدهون، ومنطقه الفخذ الخارجيه اللي هي الاجناب اللي هي معظم السيدات بتشتكي منها ولما بتبقى موجوده في الرجال بتبقى كارثه، يعني بيبقى منظر مش ظريف جدا. وفي نفس الوقت منطقه المؤخره ومنطقه الفخذ الداخليه ومنطقه حول الركبه، دول المناطق في الفخذين اللي بيبقى دايما تركيز الشفط مش هيطلع بره منطقه من المناطق دي. الفكره فيه ان احنا لما بنعمل شفط بنعيد رسم الفخذين تاني، بنعيد رسم المناطق، بنسهل المقاسات حتى بتاعه اللبس بعد كده، تعرفي تلبسي اللبس المناسب ليك. يعني في ناس مثلا الناس بتلبس لبس اوسع من لبسها عشان عندها منطقه الفخذ الخارجيه عاليه، فتلاقيها في كل اللبس ما تعرفش تلبس حاجه سليم، ما تعرفش تلبس. فمجرد عمليه في مجرد يعني بنتكلم في نص ساعة ساعة بتخلص من المنطقتين دول، وتقدر بعد كده تتعايش وتتعامل مع الموضوع، خلاص الموضوع خلص، هي كتلتين موجودين وخلصنا منهم. في ناس بيبقى عندهم منظر الهانش أو المؤخرة بيبقى بشكل زيادة جدا، تمام، غير الطبيعي، فبنضطر نخش ونعمل شفط للموضوع وننسق المناطق التانية بتاعة الفخدين معه. وهنا بقى السر بتاع النحت المتكامل، إن أنا مش ببص لمنطقة واحدة بس، أنا باخد في حسابي باقي المناطق، هل هنعمل بس الفخدين؟ لا، هنعمل الفخدين ولو في حاجة في البطن برضو هنعملها، سواء كانت في نفس السيشن في نفس العملية أو هناخد الموضوع لعملية تانية، يبقى العيان ليه مرحلة تانية عشان ياخد الشكل المتناسق بتاعه. تنقية الدهون الحديثة، دي تعبير جديد في عالم الكفاف. تقنية الدهون الحديثة المتعرف عليه إن تقنية الدهون إن إحنا بنحقن الدهون إزاي؟ دحان الدهون من زمان، إن هو أنت بتاخد الدهون وبعد كده بتعبيها في سرنجات وتعالجها وبعد كده تبدأ ترجع تحقنها تاني يدوية. العمليه كلها البروسيس كلها بتتم يدويا. الحديث في الموضوع دخول تقنيه اسمها الترا لايبو، ده عباره عن جهاز بيعمل لايبو ساكشن، واحنا بنعمل لايبو ساكشن بناخد الدهون على الجار اللي موجود دوت، ما بيطلعش بره، يعني هو طلع من الجسم على الجار اللي موجود ده، خلاص الجار اللي هو الكونتينر الكونتينر او البرطمان دوت معقم ثابت ما فيهوش اي حاجه بتمسه من بره. الدهون بعد ما بتدخل هنا بيتعملها ووش، تعملها غسيل ويتعملها تركيز تاني بالجهاز السنترفيوج، وبعد كده نبدا نحقنها من غير ما تطلع بره الجار، فما فيش حاجه لمستها من ساعه ما طلعت للجسم، ونبدا تاني اوتوميتد ان احنا نحقنها في الجسم. الحقن اوتوميتد بيبقى عن طريق دواسه تحت رجلك بتحقن، فبالتالي بيقدرك ان انت تعرف تبقى كل تركيزك انك تنحت الدهون اللي انت بتحقنها فين، بتحطها فين، بالتارجت فين، تعمل البروجيكشن ازاي، ازاي توصل للشكل الدائري مثلا في المناطق زي بتاعه المؤخره او تحن بيه المناطق بتاعه الثدي، تبقى انت كل تركيزك وانت بتحن، مش انت تمسك سرنجه وتفضل تحن والكلام ده، لا الموضوع اوتوميتد خالص. تمام. في نفس الوقت بيقلل اي نسب كومبليكيشن ممكن تحصل او مضاعفات تحصل مع حقن الدهون. مضاعفات حقن الدهون في الطرق القديمه ان انت بتفضل
بتمانيبوليت او بتاخد الدهون من هنا وتحطها هنا وتشيل وتحط وتشيل، فبالتالي ممكن يعمل مشاكل شويه في الدهون اللي موجوده. لكن الطرق الجديده طريقه الالترا لايبو بتخلي الحقن اسرع، الحقن في مده اقل داخل العمليه، الحقن بيخلي مده السرفايفل بتاعه الدهون مده اكبر من المده العاديه بتاعه الطريقه العاديه الثانيه. اذا كل الهدف ان احنا نحافظ على هذه الدهون ما تختلطش بالاتموسفير، لان ده ممكن ياثر على طبيعتك كانها من جوه الجسم للجسم كانها جوه الجسم وترجع ثاني سيركيوليتد. هروح لحته ثانيه مهمه قوي، الدراعين، لان الدراعين برضو واحده من اسخف المناطق في تكوين الدهون. طبعا الدراعين بنقول ان هما الثلاث مناطق دايما هما الناس بيبصوا عليها. تمام، اول حاجه منطقه الذراع الداخليه، وكلنا عارفينها لما بنيجي نرفع ايدينا كده بنلاقي كميه الدهون اللي على فكره دي بتدي انطباع ان ست كبرت في السن، لو فيها ترهل بيبقى منظرها بشع لما تبقى يعني فيها ترهل يعني رد فعل على طول تجاهها. لا الست مش ست صغيره كبرت. وده بيضايق الستات جدا، بيضايق الستات جدا لانه الست بتحب تفضل دايما عايشه ناس صغيره في كل الاعمار، في كل الاعمار، وبتحب تلبس كات في البيت وفي بره، في ناس بيبقى اللبس بتاعهم طبيعه لبسهم كده على طول نص كم. تمام، فده بيضايقك ان انت حتى لما تبقى الدهون متراكمه في منطقه الذراع الداخليه ومنطقه الكتف الخارجيه، اللي هو انت حاطه ايدك كده بتبص تلاقي الدنيا عرضت. في ناس تيجي تقول لك الست بتيجي تشتكي ان انا لما ببقى قاعده عريضه من فوق، وده بسبب منطقه الكتف الخارجيه اللي بيبقى متراكم فيها الدهون. كمان منطقه البرولاين اللي هي دايما بتشتكي منها الستات، او منطقه الظهر، ان دايما الستات بتشتكي من حاجه ان هي كل ما بتلبس تي شيرت او بتلبس حاجه سليم او حاجه تبقى فيه كلكعتين موجودين من ورا كلكية ساعات. فهي ديت ستات ورجاله، مناطق من المناطق ستات ورجاله على فكره، ستات ورجاله بس هي من المناطق اللي النتائج بتاعتها جميله جدا من ناحيه بالفيزر لو هي درجه الترهل درجه بسيطه او متوسطه وما فيش ستريتش مارك، من المناطق اللي كل ما عملتيها بدري كل ما خدت ريزلت احسن. بمعنى الموضوع ده مضايقك في العشرينات اعمليه في العشرينات، ما تستنيش لغايه لما تبقي في الاربعينات مثلا والكواليتي بتاعه الجلد تبقى وحشه، لا اعمليه بدري. كل ما تعمليه بدري كل ما قللتي فرص ان يحصل فيه ترهل وانك تحتاجي لشد الدراعي. عندنا دلوقتي يعني موضة في عالم جراحة التجميل اسمه نحت الجسم المتكامل. تمام، ده أنا يعني بعد ما بصيت للحدث نفسه عجبني جدا الفكرة، لأنه بجد في ناس كتير قوي بتنحت أجزاء وتسيب أجزاء وده خطر. نحت الجسم المتكامل غير المفهوم، إن أنا مش ببص للعيان دلوقتي في السنة دي، أنا ببص للعيان بعد خمس سنين أنت شكلك هيبقى عامل إزاي. انت لما تدخل مثلا 5 كيلو ما حافظتش، كلنا معرضين ان احنا ما نحافظش على العمليه بتاعتنا وندخل 5 كيلو مثلا، الدهون هتتراكم عندك فين الزياده؟ احنا بنقول ان احنا لما بنعمل شفط دهون او بنعمل نحت المنطقه بناخد الخليه الدهنيه بالدهون اللي محتواها وبنخرجها خارج الجسم، فالعدد بيقل في المنطقه دي. طيب لو الانسان ما حافظش زاد 10 كيلو هيروحوا فين؟ الجسم هيجي يخزن في منطقه البطن، مش هيلاقي فيه عدد دهون كفايه او عدد خلايا دهنيه كفايه يخزن فيها، فيبدا يدور على اماكن ثانيه. لو الظهر موجود ما عملناش فيه شفط هتبص تلاقي ان الدهون بدات تتكون في الظهر، فيبدا يقول لك ايه ده انا ظهري زاد وما بيش ماشي مع بطني الوسط الصغيرين بالموضوع، فيخش في مرحله تانية ان هو يعمل شفط الظهر. لا احنا بنريح الموضوع من الاول، من الاول انا شايف ان حضرتك بطنك ووسطك وظهرك لازم يتعملوا في نفس السيشن في نفس العمليه. تمام، حتى لو انت حاسس ان ظهرك ما فيهوش كتير. تمام، في نفس الوقت لو في منطقه تانية او منطقه ثالثه احنا مسموح لنا في الشفط في نحت الدهون المتكامل او الشفط المتكامل، النحت المتكامل ان احنا نوصل لغايه 8 لتر دهون في السيشن الواحد. حلو قوي. 8 لتر دول كفوليوم؟ لا ده فوليوم كبير جدا. لا فوليوم كبير نافش. يعني الدهون بتنفش. انا بقول دايما حاول تشبه لتر الدهون بالحاجه الساعه، بلتر الحاجه الساعه هتعرف تعمل ازاي. هات لتر حاجه ساعه 8 وحط 8 في بطنك ووسطك وظهرك 8 لتر. انت حجم كبير، غير في شكلك كتير. ده كرتونه كبيره، دي كرتونه كبيره ويغير. يعني هو دايما لما بتيجي العيان بيقول له هو 8 لتر يطلعوا كام كيلو، اقول له لا ما تحسبهاش بالكيلو. اقول له احسبها طب ازاي يا دكتور؟ اقول له هات ازايز اللتر الحاجه الساعه. الدهون اصلا بتنفش، هي حجم زي الاسفنج على في على الميزان، مش ديه وزن بس فوليوم حجم واخده حجم. وحطهم حوالين بطنك ووسطك وظهرك والمناطق، شوف ايه اللي هيفرق كتير. هيقول اه تفرق كتير جدا. فهي الفكره في ان الحجم اللي بنعمل له شفط او بنعمل له نحت بيفرق. احنا ممكن نوصل لغايه 8 لتر، فبنركز ال 8 لتر على المناطق اللي احنا شايفين ان هي ممكن بعد كده لو في حاجه فيها زادت
هتبوظ لك الحاجات اللي احنا عاملينها, او انت تحس ان الحاجات اللي احنا عاملينها زائد باظت. فبالتالي لازم لما نيجي نتكلم نتكلم على الجسم, رؤيتنا للجسم بتاعك بعد 5 سنين الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. عالم جراحه التجميل عالم فيه حوار مع المريض, ودايما الجراحات اللي فيها حوارات مع المرضى بيطلع اراء بنعتبرها احنا يعني نقدر نقول كده شطحات من المرضى. اكيد طبعا, وفاتي زي كتير ما حضرتك كتير 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 واكيد انت بتعيش هذا. احنا بنعيش منهم حاجات مثلا بتسمع هي للاسف, يعني حد يقول لك انت مشفوط ل 30 لتر هقول له ازاي؟ لانه في وقت من الاوقات اكيد انت تابعت كان في ناس بتشيع انها بتقدر تعمل كده في اماكن معينه, واماكن تحت السلم, تحت بير السلم. الفكره ان احنا الممارسه الطبيه لازم تبقى على قواعد, والقواعد ديت امان. انا عايز اوصل العيان بتاع التجميل, او مش العيان, احنا بنسميه العميل بتاع التجميل بتاعنا, لانه مش مريض, يوصل للنتيجه والريزلت الكويسه بدرجه سيفتي عاليه. تمام, فما ينفعش ابيع له وهم شويه ان هو هشفط لك 30 لتر. ليه 30 لتر؟ ما هو لو انت هتشفط له 30 لتر يبقى هو اساسا مش مريض سمنه موضوعيه, هو مريض سمنه مفرطه. تعرفين بقى المشهد الشهير جدا بتاع السينما اللي حصل في رد قلبي, ان واحد قاعد بيشرب حاجه فمن كتر الغاز يكسر اذا ياما كسرنا كوبايه, ياما وانت قاعد كده بتتفرج لقيت الباشا قاعد بيقول لك انا بشفط 30 لتر وبخزل عان 40 كيلو وانا اتكلم كان جراحه تجميل جراحه سمنه. ده غلط الكلام ده, لو اتقال برضو انت المفروض عقلا كمستوى, ما برضو احنا لازم ما نحطش العيب على اهل العيب بس, لا المتلقي برضو عليه عيب طبعا, جزء من المتلقي. يعني انت المتلقي, انا دلوقتي لازم اي حاجه دلوقتي السيرش بقى سهل, انك تعرف اي معلومه طبيه بقى الموضوع سهل, بتخش على انستجرام, تخش على الفيسبوك, تشوف ريزلت, تشوف نتائج, وتشوف الموضوع عامل ازاي, جوجل وتسال وتشوف الحاجات دي عامله ازاي, هل في حاجه في كده فعلا ولا لا. فانت لما تاخد الكلام وتروح تعمله عند شخص قال لك الكلام دوت من غير ما تتحقق من الموضوع دوت, لا انت كده غلطان, انت برضو عليك عيب, عليك طبعا عليك طبعا عيب فعلا. جزء كبير جدا من انتشار النصابين ووجود الطماعين المستسهلين اللي شايفين ان الامور لها حلول سحريه, ما فيش سحر تقوله طب برضو في الاخر, ولو ان جراحه التجميل بالذات جانب السحر فيها موجود كبير. تعال نسمع ابو العريف ونرجع لمنطقه ثانيه مهمه في حوارنا. ابو العريف يا ترى هيقول لنا ايه النهارده؟ باشا قناة في التلفزيون على الدش الأوروبي اللي عنده طبق كبير يعرف يشوفها, بتجيب الإعلانات بتاعت المنتجات الجديدة الطبية, يعني مستحضرات, أجهزة, مكملات, كريمات, واللازم منه جايبين يا باشا كبسولة ذكية. عارف حضرتك الكبسولة اللي بتخسس بدل عمليات السمنة؟ أهي دي التطوير بتاعها. الواحد مثلا او الوحده فور اكزامبل عندها ترهلات ودهون في حتت معينه, كبسوله الذكيه دي ذكيه ليه؟ عشان بتفضل ورا الحتت المعينه دي شهر اتنين تلاته لحد ما تظبط القوام, وهكذا يكون البديل المثالي لعمليات التجميل ونحت القوام واللازم منه. طبعا انت بتسمع الكلام ده كل يوم في المرة, بنسمع الكلام ده وللاسف بيجي ناس بيبقوا صرفوا كميات فلوس على الحاجات دي على الوهم ده كتير, ويبقى وللاسف كمان حاجه تانية مش ناقص تعليم, يعني لا, 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 لا مش لا مش حد بالتعليم. مثلا تعليمه على قده فبيصدق, بالعكس ده الناس البسطاء دول بيبقوا عندهم حته الفطره, حته الفطره بتاع الفطنة. انا بمركز عارف ده لا بوزن الكلام على رايهم بوزن الكلام, فهو كلام ما يتوزنش عقليا اساسا. يعني كريم عشان تخسس, طب هو لو في كريم فعلا احنا بدهنه وبيخسس البطن وبيخسس, طب ما كنتش ليه حد تخين اساسا؟ ده 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 فعلا, يعني لو في كريم بندهنه على المناخير فتتجمل فما كانش حد مناخيره تبقى وحشه, ما هو العقل برضو حاجة. لو في كريم مثلا بتحطه على الصدر مثلا فيكبر, ما كنتش حد اللي يتحد صدره صغير أو بيشتكي من صغر حجم الصدر, فهي حاجات كده للأسف مش عارف الناس بتستسهل أو الناس بتحب اللي يضحك عليها, الناس بتحب أحيانا اللي بيضحك عليها. الحقيقة في مسلسل رائع جدا, هو المسلسل الوحيد اللي أنا تابعته في 3-4 سنين اللي فاتوا, من ايام بقى ما كنت بتفرج على ريا وسكينه مرورا بقى بعض تحت السيطره, مسلسلات معينه بتفرج عليها يعني.
مسلسل اسمه اللعبة. اللعبة ده مسلسل عبقري اللي عاملينه ناس عبقرة يعني هشام ماجد وشيكو ده دول عبقرة فعلا عبقرة بيعملوا حاجة مختلفة ومعاهم ثروت وفتحي دول برضو عبقرة وناس تانية كتير يعني مش عايزين ننسى حد. فعليا الناس دول رجعوا الناس تسمع مسلسلات كوميدية لا هم رجعوا الناس تسمعهم هم وفي ناس تانية وفي ناس تانية طفشوا الناس في المسلسل. عملوا حلقه لازم تشوفها اكيد طالما انت من الناس بتتفرج على اللعبه اكيد شفتها. عملوا كانوا مطلوب منهم بيعملوا فيديو فراحوا عاملين ايه فيديو كده كوميدي بيتريقوا وقال لك ايه عايز لقد كان كرشي كبيرا واستخدمته كريم انه كريم دكتور مهزو عجبني قوي المشهد ان هو بيتريقوا على الناس. حضرتك تعرف ان المشهد ده مثلا ما يتعمل حقيقه بيتعمل حقيقه انت ممكن تشوفه في المسلسل تضحك. انا لما بيجي لي عيان مثلا فعلا اشترى الكريمات واشترى الشاي ما اعرفش ايه والبتاع وقعد يعني بيني وبين نفسه كده يعني بديله سؤال كده هو انت صرفت كام في الموضوع ده؟ الاقي مثلا ان هو مثلا في البيع يقول لك لا ما انت لازم تاخد كورس كرتونه كريم عشان عشان تخس بفلوس 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 عمليه بفلوس عمليه وبفلوس حاجات. طب انت ايه اللي يخليك تعمل كده؟ يعني انت ما انت استقي معلوماتك من مكان كويس برنامج زي برنامج الدكتور برنامج زي برنامج الناس الحلوه من الاماكن الموثوق فيها في مصر وفي الوطن العربي كله. فانت استقي معلوماتك او حاول اتعب شويه ثانيه مش هتاخد الموضوع قلبه في الريموت بتاع التلفزيون انك توصل لمكان صح تعرف منه المعلومه ونستمتع باننا نتفرج عليك. انت شرفتنا نورتنا بجد واحد من نجوم عالم جراح تجميل والحقيقه انا بحييك بجد دي مش مجامله ولا يعني كومبلمو مني لان انا معروف انا ما بعملش كومبلمو مع اي يعني انت مش محتاجين يعني زملاء كلهم مش محتاجين لكن انا شفت شغلك على الصور وعلى الموبايل في حاجات طبعا ما نقدرش ننزعها عشان احنا ماشيين على الاكواد الاعلاميه بس شفت حاجات معموله بتقنيه رائعه جدا وشغل محترم جدا جدا ولقيت يشوفوه على صفحاتك ربما على الفيسبوك بعض يشوف بعض الصور دايما الشغل الحلو في جراحة تجميل بيبهر يعني ايه كانت كده طب وريني كده والعمليه هي وطلعت طب ده بعد 24 ساعه طب ده بعد 5-6 ايام اسبوعين الشكل عامل ازاي شوف القديمه راحت ازاي. احنا بنشوف الكلام ده كبروفيشنال بقى مع بعض كمحترفين بنقعد نتكلم في الكلام ده والصور طبعا دوكيومنتري لان انت بتقارن ايه الجلد ده خف بسرعه طب اسكار الجروح ما شاء الله انا شفت جروح اتحسنت كتير يعني بحييك عليها ولو ان احنا كان نفسي نعرض هذه الصور لكن طبيعتنا الشرقيه في صور طبعا صور ما ينفعش تتعرض ده شيء اساسي يعني بس هي الناحيه الاكاديميه مهم ان احنا مهمه جدا والناحيه برضو ناحيه الشغل برضو ان هو الفكره في حاجه احنا الصور قبل وبعد موجوده بتبقى حالات معينه هي اللي بتبقى موفقنا بالصور الكلام ده بس هي الفكره ان انت لما تيجي تدور دور صح اتعب على نفسك شويه وقت النت ما انت بتخلصها في حاجات كتير لا دور برضو في حاجات تانيه اهم يعني. نورتنا وشرفتك الاسم المتميز والقيمة العلمية المتميزة واحد من نجوم عالم التجميل أستاذ دكتور محمد العسال محمد أحمد العسال أخصائي جراحات تجميل ونحت الجسم وتنسيق القوام عضو الجمعية الدولية لجراحات تجميل إساب وعضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتنا وأمتعها على الإطلاق في عالم دايما جراحات تجميل عالم ممتع عالم مثير عالم المليمترات والسنتيمترات والقرار وعالم الفرحة إذا كانت بأسلوب علمي دقيق ومتابعة دقيقة وعالم الحزن والندب عندما يكون التهور هو العنوان وعدم الدقة في اتخاذ القرار هي الأسلوب والبيهيفير. دايما عالم جراحة التجميل يحتاج منكم الصبر في اتخاذ القرار وعدم التواني لأنه علم أصبح يعطي الحلول لكل المشكلات. مفيش داعي للاكتئاب إذا كان عندك جراح تجميل شاطر وكل الاكتئاب والحزن إذا رحت المنظومة مش مدروسة هتتعب وهتتضايق وهتندم طول عمرك. فخليك دايما مع دكتور.